بينما يحاول أسلم الهروب من السجن، يحاول برشين العودة إلى منزله. يحاول أوزان جنكيز وطارق وهدية تعقب أسلم. سيبل لا تحب هذا الوضع وتشعر هي وطارق بالتوتر. جنكيز على استعداد لفعل أي شيء لمنع الكشف عن خططه. بالتوازي، كوراي ورازية يضعان خطة مرة أخرى. سوف يوقع كوراي يابز في الفخ لكي يجعل إيلول يقبل أنه ثري. يحاول أسلم وبرسين الهروب من مكان سجنهما. يبحث أوزان وطارق عن أسلم وبرسين في كل مكان ويحتفظون بجنكيز معهم. عندما علمت سيبل أن برسين متورط في خطة اختطاف جنكيز، قامت بتهديده. من ناحية أخرى، يحاول كوراي أن يثبت لإيلول أن يابز ثري. إيلول مرتبك ويشتبه في أن يابز ثري. أسلم يحاول الابتعاد عن أوزان تحت تأثير الهدية. بينما يحاول أوزان التصالح مع أسلم، يريد برشين منعه. ستطلب سيبل من جنكيز المساعدة من أجل برسين. من ناحية أخرى، أصبح إيلول ويابز قريبين جداً. عند رؤية هذه الأمور، كوراي مستعد لفعل أي شيء لمنع هذه العلاقة. بعد أن خسرت أسلم المنحة الدراسية، تتوجه هي ووالدتها إلى إزميرا. يحاول طارق تغيير هذا الوضع. ستجرب سيبل طرقاً أخرى لجعل الخطط تعمل بشكل أسرع. بالتوازي، سيدخل يابز إلى عائلة إيلول دون أن تلاحظ ذلك. كوراي وراضية لا يحبان هذا الوضع وسيحاولان منعه. أسلم، الذي جاء إلى أنقرة من إزميرا للدراسة في الجامعة، تشاجر مع أوزان منذ اليوم الأول. أوزان شاب متمرد وغاضب. علاقة حبهم مع أسلم عديمة الخبرة، ولكن العنيدة هي أيضاً عاصفة وعاطفية. شبابنا لا يختبرون بمحبتهم فقط، يفتح لقاءهم أيضاً الكتب بين العائلات التي كانت مغلقة منذ سنوات. الطموح والغطرسة والتضحية والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والأكاذيب وأسرار الماضي ستقلب حياة الشباب وأسرهم رأساً على عقب، والحقائق التي دفنت وتمت تغطيتها ستظهر واحدة تلو الأخرى، ولن يكون هناك شيء على الإطلاق. نفس الشيء مرة أخرى. بينما يحاول أسلم الهروب من السجن، يحاول برشين العودة إلى منزله. يحاول أوزان جنكيز وطارق وهدية تعقب أسلم. سيبل لا تحب هذا الوضع وتشعر هي وطارق بالتوتر. جنكيز على استعداد لفعل أي شيء لمنع الكشف عن خططه. بالتوازي، كوراي ورازية يضعان خطة مرة أخرى. سوف يوقع كوراي يابز في الفخ لكي يجعل إيلول يقبل أنه ثري. يحاول أسلم وبرسين الهروب من مكان سجنهما. يبحث أوزان وطارق عن أسلم وبرسين في كل مكان ويحتفظون بجنكيز معهم. عندما علمت سيبل أن برسين متورط في خطة اختطاف جنكيز، قامت بتهديده. من ناحية أخرى، يحاول كوراي أن يثبت لإيلول أن يابز ثري. إيلول مرتبك ويشتبه في أن يابز ثري. أسلم يحاول الابتعاد عن أوزان تحت تأثير الهدية. بينما يحاول أوزان التصالح مع أسلم، يريد برشين منعه. ستطلب سيبل من جنكيز المساعدة من أجل برسين. من ناحية أخرى، أصبح إيلول ويابز قريبين جداً. عند رؤية هذه الأمور، كوراي مستعد لفعل أي شيء لمنع هذه العلاقة. بعد أن خسرت أسلم المنحة الدراسية، تتوجه هي ووالدتها إلى إزميرا. يحاول طارق تغيير هذا الوضع. ستجرب سيبل طرقاً أخرى لجعل الخطط تعمل بشكل أسرع. بالتوازي، سيدخل يابز إلى عائلة إيلول دون أن تلاحظ ذلك. كوراي وراضية لا يحبان هذا الوضع وسيحاولان منعه. أسلم، الذي جاء إلى أنقرة من إزميرا للدراسة في الجامعة، تشاجر مع أوزان منذ اليوم الأول. أوزان شاب متمرد وغاضب. علاقة حبهم مع أسلم عديمة الخبرة، ولكن العنيدة هي أيضاً عاصفة وعاطفية. شبابنا لا يختبرون بمحبتهم فقط، يفتح لقاءهم أيضاً الكتب بين العائلات التي كانت مغلقة منذ سنوات.
الطموح والغطرسة والتضحية والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والأكاذيب وأسرار الماضي ستقلب حياة الشباب وأسرهم رأسنا على عقب، والحقائق التي دفنت وتمت تغطيتها ستظهر واحدة تلو الأخرى، ولن يكون هناك شيء على الإطلاق نفس الشيء مرة أخرى. بينما يحاول أسلم الهروب من السجن، يحاول برشين العودة إلى منزله. يحاول أوزان جنكيز وطارق وهدية تعقب أسلم. سيبل لا تحب هذا الوضع وتشعر هي وطارق بالتوتر. جنكيز على استعداد لفعل أي شيء لمنع الكشف عن خططه. بالتوازي، كوراي ورازية يضعان خطة مرة أخرى. سوف يوقع كوراي يابز في الفخ لكي يجعل إيلول يقبل أنه ثري. يحاول أسلم وبرسين الهروب من مكان سجنهما. يبحث أوزان وطارق عن أسلم وبرسين في كل مكان، ويحتفظون بجنكيز معهم. عندما علمت سيبل أن برسين متورط في خطة اختطاف جنكيز، قامت بتهديده. من ناحية أخرى، يحاول كوراي أن يثبت لإيلول أن يابز ثري. إيلول مرتبك ويشتبه في أن يابز ثري. أسلم يحاول الابتعاد عن أوزان تحت تأثير الهدية. بينما يحاول أوزان التصالح مع أسلم، يريد برشين منعه. ستطلب سيبل من جنكيز المساعدة من أجل برسين. من ناحية أخرى، أصبح إيلول ويابز قريبين جدا. عند رؤية هذه الأمور، كوراي مستعد لفعل أي شيء لمنع هذه العلاقة. بعد أن خسرت أسلم المنحة الدراسية، تتوجه هي ووالدتها إلى إزميرا. يحاول طارق تغيير هذا الوضع. ستجرب سيبل طرقاً أخرى لجعل الخطط تعمل بشكل أسرع. بالتوازي، سيدخل يابز إلى عائلة إيلول دون أن تلاحظ ذلك. كوراي وراضية لا يحبان هذا الوضع وسيحاولان منعه. أسلم، الذي جاء إلى أنقرة من إزميرا للدراسة في الجامعة، تشاجر مع أوزان منذ اليوم الأول. أوزان شاب متمرد وغاضب. علاقة حبهم مع أسلم عديمة الخبرة، ولكن العنيدة هي أيضاً عاصفة وعاطفية. شبابنا لا يختبرون بمحبتهم فقط. يفتح لقاءهم أيضاً الكتب بين العائلات التي كانت مغلقة منذ سنوات. الطموح والغطرسة والتضحية والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والأكاذيب وأسرار الماضي ستقلب حياة الشباب وأسرهم رأسنا على عقب، والحقائق التي دفنت وتمت تغطيتها ستظهر واحدة تلو الأخرى، ولن يكون هناك شيء على الإطلاق نفس الشيء مرة أخرى. بينما يحاول أسلم الهروب من السجن، يحاول برشين العودة إلى منزله. يحاول أوزان جنكيز وطارق وهدية تعقب أسلم.